وانا كويس وناجح وعامل لهاني شاكر وراغب علامه وحكيم وإيهاب ومصطفى والدنيا كلها ومنير، فيعني داخل عند عمرو وانا برنس. فقال لي مش عامل حاجه لمحمد منير؟ والله ده ذكي جدا طبعا. دلوقتي عمرو دياب عارف ان 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 هو له جمهور كبير، وعارف ان محمد منير له جمهور كبير. طب ليه ما اخدش الجمهور ده معايا؟ ما هو ده ذكي. بطريقه ذكيه. هو ده ذكاء. فقلت له عامل تعالى نقعد على البيانو. فعلا قعدنا على البيانو. قال لي انت سمعتها له؟ قلت له لا لسه، بس انا بحضر كام حاجه وكده. قال لي طب الغنوه دي عجباني، وهي عامله ايه؟ وهي عامله ايه دلوقتي؟ كان بهاء الدين محمد ملاني بس المذهب. ومين هون عليها الوقت؟ قولوا لي لو في صالحها روح لها، وصالحها صالحها اقول لها، لكن ما فيش كوبلات. المهم ما سمعتها له، قال له الله تعال نسمعها طارق مدكور معانا جوه في الاستوديو. قعدت على البيانو واعزف ومش عارف ايه، وطارق قال لي جميله بس نعملها بقى ايه دفوف زي احمد منيب. ايوه زي الحاجات ايه بتاعت محمد منيب. قلت له يا ريت، دي السكه دي حلوه، هتبقى على عمرو جديده والناس بتوع محمد منير اللي بيحبوه في السكه دي يسمعوها. رحت بكلم بهاء الدين محمد، يا بهاء عمرو خد المذهب بتاعنا وهي عامله ايه دلوقتي، عايزين كوبليه. كل ده كان زمان انصر ماشين ما كانش فيه موبايل، سنه 2000 ولا كان فيه؟ كان فيه موبايلات. اما انا ليه سبت؟ كانت قليله يعني. لا بس انا سبت البهاء الدين محمد على الانصر ماشين. اوكي. او ممكن اكون لقيت موبايله مقفول مثلا. المهم صحيت لقيته بيكلمني، قلت له حصل كذا كذا امبارح واحنا في الاستوديو وخدها. قال لي طب الكوبليه بيقول كذا كذا. رحت انا ماسك العود، اكيد مشاعرها واكيد ساكته ولا بتحكي ومش عارف ايه بتشكي. ورحت مكلم عمرو بالتليفون، بص اخد رايك في الكوبليه. قال لي هو ده، ومعروف ان عمرو دياب مش بيرضى، ما بيرضاش باي حاجه، ومش اول اختيار، ومش أول يعني اختيار. لازم يبقى ال20 يعني لازم ويرجع للاختيار ويرجع للاختيار الاول بس يتعبك شويه. والله العظيم ثلاثه يمكن كان ربنا منزل النفحايه. قال لي الله حلو قوي. قابلنا في الاستوديو بالليل، رحت رايح ودخلنا بيها بالليل. نزلت عملت ضجه فوق طبعا. فوق الوصف، وكل الناس تقول لك لا انت عامل حاجه محترمه، عامل حاجه حلوه. وعمر كان عنده الجراءه في انه هو يغني الاعتراف. قولوا لي لو في صالحها اروح لها وصالحها ظالمها وقلبي جارحها اجلها ولا ما فيش حد كان لا كان بهاء الدين محمد سوري كان بهاء، فكان بيقول لك ظالمها يعني اعتراف. وكان اول مره عمرو دياب يخش في السكه دي. نجحت وربنا كتب اللي كتبه يعني الحمد لله.